للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن جلسات الحوار الوطني. مهندس طاهر، الهوية الوطنية ما بين المفهوم والحداثة، وكيف يمكن ترسيخها بالشكل الأمثل من خلال الحوار الوطني؟ مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين. الحقيقة أنه الهوية الوطنية كان من أهم الموضوعات اللي في المحور الاجتماعي ولجنة الثقافة تحديداً، والحقيقة أن الجلسة شهدت ثراء شديد جدا حتى بالشخصيات اللي كانت موجودة، شخصيات أدبية وشخصيات ثقافية، أيضا شخصيات أكاديمية وساسة ومن المجتمع المدني، مختلف الطوائف كانوا مشاركين في هذه الجلسة وشاركوا بأطروحات كبيرة جدا وكثيرة أثرت الجلسة. الحقيقة الجلسة كانت منقسمة على جزئين، وهو الجزء الأول وهو كان خاص بالمفهوم نفسه، هل هويتنا المصرية هل هي هوية فرعونية أم هي هوية إسلامية أم هي هوية قبطية؟ والحقيقة أن المشرع المصري حسم يعني حسم الأمر وحسم الجدل في هذا الموضوع في المادة 47 من الدستور، لما قال أنه تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافضها الحضارية المتعددة. نعم. إذن الحضارة الهوية المصرية الثقافية هي ذات روافض متعددة، فهي هوية قبطية، هوية مصرية قديمة، هوية إسلامية، كل ده بيشكل الهوية المصرية. والجزء الآخر من الجلسة كان يتحدث على كيفية الحفاظ على هذه الهوية، كيفية الحفاظ على هذه الهوية وطرح هذا الموضوع في الحوار الوطني يدل على أنه العالم كله في حالة من الغزو الثقافي اللي بيأثر تأثير شديد جدا على طمس هويات مجتمعات كتير وشعوب كتير، وفي ظل انفتاح تكنولوجي كبير وتطور تكنولوجي ووسائل اتصال بقت مفتوحة يعني عبر القارات وعبر الدول، في محاولات عديدة جدا لطمس الشخصيات والهويات للحضارات العريقة زي الحضارة المصرية. واحنا شفنا يعني على سبيل المثال انه في شركة أجنبية حاولت ان هي تطمس هوية الهوية الفرعونية المصرية وقالت ان هي هوية إفريقية وليست هوية فرعونية. نعم، لكن هذه المحاولات لم ولن تنتهي، ما هي التوصيات التي خرجتم بها من خلال جلسات الحوار الوطني للحفاظ على الهوية خاصة في ظل هذه التحديات والعولمة التي فرضت نفسها على الساحة؟ الحقيقة أن احنا عشان نحافظ على هويتنا الوطنية وثوابتنا الوطنية ونربي ده ونرسخه ما بين جموع الشعب، سواء من الأسرة سواء من الشباب سواء من جميع طوائف المجتمع، كل مؤسسة في الدولة لديها ما تضيفه في ترسيخ هويتنا الوطنية. على سبيل المثال للحصر، وزارة الثقافة لديها من الأدوات العديد والعديد مما تشارك فيه في ترسيخ الهوية، وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من مراكز الشباب وسيطرتها على عدد من الشباب في مختلف المحافظات لترسخ فيهم الهوية، وزارة التربية والتعليم وتعاملها المباشر مع الطلبة والنشء في مرحلة التعليم قبل الجامعي لديها ما تضيف. فكانت توصيتنا وبلورتنا في هذا النطاق أنه استحداث مجموعة وزارية بإطار تنظيمي أو إطار سياسي على غرار المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وتكون مجموعة مختصة ما بين الوزارات أو لجنة عليا للوزارات مختصة بالفكر والثقافة والهوية، تضم وزارة الشباب والرياضة وتضم وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم بجانب أيضا الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كل هذه الجهات والمؤسسات إلى بجانب أيضا المجلس الأعلى للإعلام، كل هذه الجهات إذا اجتمعت أدواتها في مكان واحد بآلية واضحة واستراتيجية واضحة، أنا واثق إنه هيتم يعني هيبقى في فرق كبير جدا في موضوع ترسيخ الهوية، وهي يعني هنستنتج عنه وهينعكس عنه كمان يعني إعادة دور الثقافة ودور السينما والفن والمسرح وأيضا الأعمال الدرامية في ترسيخ هويتنا الوطنية. أشكرك جزيل الشكر المهندس طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.